قبل بداية هذا الفيديو يا أصدقاء، أريد أن أقدم لكم صديقنا رانغو شوب. الخدمات التي يقدمها هذا الشخص ستعجبكم كثيرا، منها زيادة المتابعين في الفيسبوك، بيع حسابات فري فاير خرافية، زيادة المتابعين في التيك توك، بيع حسابات نتفليكس، شحن جوال في فري فاير، زيادة المتابعين في الانستغرام، وأيضا زيادة المتابعين في اليوتيوب. اذهبوا لعنده وقولوا له من طرف لين اكس لكي يتعامل معكم بأثمنة منخفضة. الرقم الخاص به في الواتساب ظاهر أمامكم، وأيضا سأتركه لكم في صندوق الوصف، ودعونا نبدأ في الفيديو. لما كنت نزلت لكم فيديو عن لاعبين قتلوا أبو فلة، حسيت أن الفيديو أعجبكم والكثير منكم وجدته يطلبني عن جزء ثاني، لكن للأسف أبو فلة نشر تقريبا فقط 9 فيديوهات عن فري فاير. والأيديات اللي كنت جبت لكم في هذا الفيديو اللي كنت نزلت لكم عن لاعبين قتلوا أبو فلة هما الأيديات الموجودين فقط، لكن يا أصدقاء صدمتوني بدعمكم الأسطوري في ذلك الفيديو، جاب 10,000 مشاهدة و1800 لايك. وبالمناسبة يا أصدقاء شكرا لكم من القلب على دعمكم الرهيب. لذلك جبت لكم يوتيوبرز آخر أسطورة السيد، لأنه وجدت بعض التعليقات يقولون لي زر لنا حسابات قتلوا السيد أو لعبوا مع السيد، ولي ما بيعرف السيد عنده 17 مليون ينشر مليار فيديو في اليوم. أمزح. المهم ينشر الكثير من المقاطع في اليوم، تقريبا 3 فيديوهات في اليوم، مش مثلي أنا أنشر كل يومين فيديو. المهم سيد ما شاء الله وجدت نشر فيديوهات كثيرة عن فري فاير، لذلك إذا عجبكم هذا الفيديو وبدكم جزء ثاني راح أجيب لكم جزء ثاني، ما في أي مشكل. فقط أظهروا لي دعمكم في هذا الفيديو، حطوا لنا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يبقى يصلكم كل ما هو جديد في أول ثانية، وأهم شيء تفعيل الجرس لكي تكون أنت أول من يشاهد الفيديو. وخلونا يا أصدقاء نحاول نوصل هذا الفيديو ل3000 لايك. لو ما كنت واثق فيكم ما قلتها لكم، أعرف أنكم كفو أساطير وتوصلوها، يعني كيف يعني ما توصلون الفيديوهات يعني 1800 لايك توصلوها 2000 وتوصلوها 3000 وتوصلوها أكثر كمان. لذلك يا أصدقاء أتمنى لكم أن يحط لايك، بدنا نشوف في هذا الفيديو 3000 لايك، ما كاين ما ولا. المهم يا أصدقاء والآن دعونا نبدأ في الفيديو، نروح نزور حسابات يعني الناس اللي قتلوا السيد، وأيضا يا أصدقاء الناس اللي لعبوا مع السيد، يعني مش فقط اللي قتلوه. والآن المهم دعونا نشوف هذه الحسابات. هنا يا أصدقاء في أحد الفيديوهات يظهر السيد وهو يلعب كلاس سكواد، ولكي أختصر عليكم الكلام، المهم عندما وقعه يعني الشخص من السكواد الأخرى، عندما وقعه نوك يظهر يا أصدقاء 2 من الأيديات، أيدي لصديق السيد في كلاس سكواد والأيدي يعني للعدو، فاهمين كيف؟ رح نزورهم مع بعض ونشوف كيف شكلهم يا أصدقاء. الحساب الأول يا أصدقاء الذي معنا في هذا الفيديو وهو يا أصدقاء الحساب يعني تبع صديق السيد يعني اللي جامعه في كلاس سكواد. دعونا نشوف كيف شكل حسابه وماذا حدث له، هل تبند أم ماذا حدث له، أو ربما يكون اعتزل. لا يا أصدقاء مو معتزل، 4 ساعات لم يفتح اللعبة، ظاهر عليه أنه معتزل. الشيء الوحيد يا أصدقاء أنه غير اسمه، كان اسمه بيكاتشا أو مثل هيك، لكن الآن غير اسمه لشدوخ. دعونا يا أصدقاء نشوف حسابه كيف شكله. المهم ليفل 52 2700 لايك، وهذا هو الايدي الخاص به اللي بده يعني يبحث بنفسه ويتاكد. المهم هذا هو الايدي يعني جامع السيد يعني كصديق له. المهم كما تلاحظون السكين اللي لابس ظاهر عليه انه ما بيشحن ابدا، يعني هذا السكين كله مجاني، يعني الاو ام بي كل شيء، وذلك يعني التيشيرت وكذا يعني تبع الكيوب ماجيك. بالنسبه يا اصدقاء يعني للفير باسات ظاهر عليه انه ما بيشحنهم ابدا، ربما يكون شحن فير باس زمان لكن الان لم يشحن اي فير باس، كلهم ابيض ثم الابيض. بالنسبه للكلان داخل في هذه الكلان تقريبا قريبه من المليون، فيها 950,000، لكن ما في كلان افضل من لين اكس كما تعرفون. المهم امزح يعني كلان المهم خلاص. المهم دعوني اصدقاء نشوف بالنسبه للعب، بالنسبة للاعب 200 جيم قاتل 285 24% في طلقة رأس. المهم لعبه مو أسطوري كثير، لكن المهم انه يعني يلعب يعني مقارنة يعني بحسابه بليفلو بمستواه، يعني هذا اللعب خرافي.
المهم لاعب 191 قاتل 200 21% في طلقة رأس. هذا السيزون شكله ما لعب أبدا. كلاس سكواد 40% في طلقة رأس، والله كفو. المهم يا أصدقاء كما قلنا 40% في طلقة رأس. المهم هذا هو حسابه كما تلاحظون، جاء صديق للسيد يا أصدقاء في ذلك الفيديو. المهم يا أصدقاء هذا كان معنا الحساب الأول. والان يا اساطير دعونا نشوف الاي دي الثاني ونشوف كيف شكله. المهم بالنسبه لهذا الاي دي الذي ساريه لكم الان، هو يا اصدقاء للسكواد التي كانت ضد السيد وقتلوهم، ولما قتلوهم يعني ظهر هذا الاي دي. دعونا نشوف كيف شكله. المهم 11 يوم لم يفتح اللعبه محمد احمد. المهم دعونا نعمل له فحص. كان لابس سكين الفتاه في ذلك الوقت، لكن الان شكله يعني لابس سكين اعتقد انه راح يكون لابس سكين الوالد. نعم يا اصدقاء لابس سكين الوالد. المهم ليفل 42 557 لايك. المهم يا اصدقاء ظاهر على انه حسابه يعني نوب كثير، يعني مو حسابه يعني مو اسطوري، خاصه من ناحيه الليفل ومن ناحيه اللايكات يا اصدقاء. يعني حتى بالنسبه يعني للشحن او كذا، يعني انا ما بهتم للشحن كما تعرفون كلكم. المهم يا اساطير هذا هو السكين اللي لابس كما تلاحظون، لابس عنده الامبيكارونت وعنده هذا السكين. المهم السكين ظاهر عليه كله انه مجانا، يعني ما في شيء بجواهر ابدا. بالنسبه للفاير باسات يا اساطير ظاهر عليه انه ما بيشحنهم ابدا، يعني اذا كان يعني شحن فاير باس زمان فقط، اما الان لم يشحن اي فاير باس. بالنسبه للكلان داخل في هذه الكلان فيها 37000. المهم قائدها اللي بالخمسين. المهم بالنسبة للكلان مو اسطورية ابدا، يعني فيها 37000، يعني صراحة خايسة بكل صراحة. المهم دعونا نشوف الان بالنسبة للاعب يا اساطير. بالنسبة يا اصدقاء للاعب، لاعب 200 جيم في السولو، قاتل 300، واحد في الكادي. المهم لعبه مقارنة مع ليفلو مع مستواه يعني لعب اسطوري بكل صراحة. المهم و 16% في طلقة رأس، صراحة 16% في طلقة رأس لا اتفق معك فيها لان يعتبر نوبي اصدقاء. المهم بالنسبة للسكواد مدى الحياة، لاعب 100 جيم وقاتل 125، 13% في طلقة رأس. هذا السيزون ما لعب ابدا. بالنسبة لكلاس سكواد عنده 21% في طلقة رأس. المهم هذا هو الشخص يعني اللي قتل السيد، يعني مش قتلو كان يعني ضده في كلاس سكواد. المهم والان دعونا نشوف لي اللقطة اللي بعدها. هنا يا اساطير يظهر السيد وهو يقوم بعمل فايت مع هذا الشخص، لكن وقع نوك. ولما تفنش السيد كما تلاحظون هو راح يتفنش، يعني لما تفنش يظهر يا اصدقاء اي دي صديق السيد. المهم دقيقة يتفنش فقط، يا اخي تفنش يا ايها السيد تفنش بسرعة. دعونا نشوف الاي دي يا اصدقاء تبع صديقه. المهم هذا هو الاي دي اللي ظهر، ودعونا نبحث عليه ونشوف هذا الشخص هل لازال يلعب. دعونا يا اساطير نشوف هذا الاي دي، يعني نشوف حسابه كيف شكله، هل لازال يلعب اللعبة، هل تبند، ماذا حدث له. لانه يا اصدقاء ظاهر عليه انه في ذلك الوقت كان نوب، لكن الان دعونا نشوف هل يعني صار برو شوي ام لا. المهم هذا كان صديق يعني مع السيد يعني في كلاس سكواد، ودعونا نشوف حسابه كيف اصبح. المهم ليفل 56 يعني تطور في الليفل. بالنسبة لللايكات ايضا اعتقد انه تطور فيهم. المهم 2400 لايك، لابس سكن الفتاة رغم انه والد. يا اخي ليش تلبسوا سكن الفتاة وانتم يعني شباب ويلبسوا سكن الفتاة والعياذ بالله. المهم بالنسبة للكلان عنده 100000 يعني في الكلان، يعني دخل في كلان فيها 100000. شحن فقط فاير باس واحد، ظاهر عليه انه ما بيشحن ابدا. ذلك الفاير باس يعني فقط كان جا فيه تخفيض، او يعني نعم كان جا فيه تخفيض، لانه صراحة حاليا اي فاير باس تلاقي فيه تخفيض، يعني مش مثل زمان اذا ما كان 600 جوهرة ما تحصل عليه، وهذا هو السبب اصلا اللي خلاهم ما يبقوا نادرين. المهم بالنسبة للسولو لاعب 400 جيم، قاتل 700، واحد في الكادي. والله يعني بكل صراحة يا اساطير لعبه اعجبني في السولو، يعني قاتل اكثر من اللاعب يعني شيء اسطوري، و20% في طلقة راس. المهم دعونا نشوف بالنسبة للديو، لاعب 381 جيم يا اصدقاء، قاتل تقريبا نقولوا 600 شخص، 26% في طلقة راس. بالنسبة يا اساطير للسكواد، لاعب 150 جيم قاتل 300، 29% في طلقة راس. هذا يا اساطير ما بيلعب يعني في السكواد كثير، لانه ظاهر عليه انه ما عنده سكوادو او مثل هيك، لذلك ما بيلعب في السكواد كثير. المهم بالنسبة لكلاس سكواد عنده 26% في طلقة راس. المهم وبهذا الشكل نشوف نكون يعني قد رأينا حساب هذا الشخص اللي جا صديق مع السيد. هنا يا اصدقاء يظهر السيد وهو عامل فايس ضد هذه السكواد التي ضده، لكن يا اصدقاء عندما وقعوه نوك
يظهر يا أصدقاء أحد الأشخاص يعني من السكواد الأخرى، يظهر الاي دي الخاص به، ودعونا نشوف كيف شكله. والآن يا أساطير دعونا نروح نبحث على ذلك الاي دي ونشوف هذا الشخص هل ما زال يلعب اللعبة أم لا. المهم دعونا نروح للإضافة ونبحث على الاي دي. المهم أنا جبت الاي دي الخاص به، نعمل له كولي بهذا الشكل، يلا ونعمل أوكي ونبحث 30 يوم لم يفتح اللعبة. ظاهر عليه يا أصدقاء، أقولها لكم من الآن، إما تبند، إما يعني ما صار يلعب اللعبة، إما اعتزال أو شيء مهم من هذا القبيل. دعونا نعمل له فحص ونشوف كيف شكل حسابه يا أصدقاء. المهم هذا هو حسابه كما تلاحظون، يعني سكين مجاني كامل كما تلاحظون، ظاهر عليه انه ما بيشحن اصلا. الناس اللي صراحة لاحظتها يعني على حسب خبرتي، الناس اللي يكونوا يعني ليفلهم اقل من 50 تلاقيهم ما بيشحنوا. المهم ليفل 45، بالنسبة يا اصدقاء للفاير باسات ظاهر عليه انه ما بيشحنهم ابدا، يعني شيء طبيعي انه يكون ما بيشحن. المهم فاير باسات كلهم ابيض في ابيض، يعني ما في اي فاير باس شاحنه. 993 لايك. دعونا يا اصدقاء الان نشوف اللعب، هو اهم شيء. لاعب 200 جيم، قاتل 267، 27% في طلقة رأس. ودعونا نشوف بالنسبة للديو، لاعب 87 جيم. يعني بكل صراحة يا اصدقاء علشان نكونوا واقعيين، يعني هذا الشخص يعني نوب كتير بكل صراحة، يعني طلقة رأس عنده شوي اسطورية، اما هو يعني نوب. بالنسبة للسكواد يعني 56 جيم يا اخي، نوب نوب يا اصدقاء، فقط طلقة رأس اللي عجباني عنده. بالنسبة لكلاس سكواد يا اصدقاء عنده 25% في طلقة رأس يا اصدقاء. المهم ظاهر عليه انه يعني يلعب كلاس سكواد كثير. المهم يا اصدقاء هذا كان معنى الحساب يعني الذي اريته لكم الان. هنا يا اصدقاء يظهر السيد وهو يلعب في كلاس سكواد، رموا عليه قنبلة كما تلاحظون امامكم، ويعني ولما تفنش يا اصدقاء يظهر اي دي لصديقه، يعني صديقه في كلاس سكواد، يعني في سكواد عشوائية. المهم هذا هو الاي دي كما تلاحظون امامكم، دعونا نبحث عليه. يلا يا اساطير دعونا مباشرة نروح يعني للاضافة ونكتب الاي دي الخاص به. المهم هذا كان صديق يعني للسيد يعني في السكواد العشوائية. المهم 24 يوم لم يفتح اللعبة، اعتقد انه يعني لسه معتزل، او يعني لسه يعني ما صار يلعب اللعبة، او يعني يكون لسه يعني مبند، يعني قبل 24 يوم يكون مبند. والله عنده سكار يا اصدقاء، هذا السكار ليفل 5 يا اصدقاء بالضبط، شوفوا والله العظيم عنده سكار، ولابس يعني ذلك الشعر تبع الحاضنة، وليفل 55 و1500 لايك. المهم ليفل اسطوري والله، كانت اسطورية، وايضا يعني يشحن شوي، يعني كان يشحن شوي، او يعني السيد شحله، او والله اعلم. المهم نحن فقط نقول. بالنسبة لي الفاير باسات، الفاير باسات ابيض في ابيض، يعني شكله ما بيشحنهم ابدا. وايضا الكلان مو داخل في اي كلان، بما انه مو داخل في اي كلان نعطي فرضية اصدقاء انه تبند واصدقائه يعني طردوه من الكلان. المهم سولو 1200 جيم، قاتل 1100، يعني نوب نوعا ما. المهم ديو 400 جيم، قاتل 284، والله يبوت هذه المرة راح اقول بكل صراحة. بالنسبة للسكواد 500 جيم، قاتل يا اخي ليش يعني اقل شيء الاقي يعني تكون قاتل اكثر من اللي لاعب، هذا هو اقل شيء، يعني ظاهر عليه انه بمجرد ما يدخل يموت بكل صراحة. بالنسبة لكلاس سكواد عنده 33% في طلقة راس، نعتبرها اسطورية. المهم يا اصدقاء هذا كان معنى هذا الحساب، يعني لصديق السيد اللي جمعه في السكواد العشوائي. المهم يا اساطير هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى ان الفيديو كان اعجبكم يا اصدقاء. في هذا الفيديو تشاركت معكم ايديات يعني لناس لعبوا مع السيد او قتلوا السيد، واتمنى ان الفيديو كان اعجبكم يا اصدقاء. واذا كان فيديكم جزء ثاني اخبروني في التعليقات، لانه السيد يعني ناشر ملايين الفيديوهات عن فري فاير. المهم امزح، يعني فقط 95 فيديو او اكثر، يعني فقط موجودة فقط في البلاي ليست، اما بالنسبة للقناة بصفة عامة صراحة لا اعرف. المهم يا اصدقاء اذا كان بدكم جزء ثاني وثالث وعاشر ومئة، ما في اي مشكل، اجيب لكم حتى جزء الالف، ما في اي مشكل، فقط انتم كل ما عليكم هو انكم تدعموا هذا الفيديو باللايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لكي يبقى يصلكم كل ما هو جديد، وشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم لكي يصل لاكبر عدد ممكن من الناس. والمهم هذا هو حسابي على انستغرام، لا تنسوا انكم تدخلوا عندنا الانستغرام، الرابط سوف اتركه لكم في صندوق الوصف وايضا في اول تعليق متبس. وبدون مطولات اكثر كان معكم لين اكس، والسلام عليكم.